2026 وبعده كأس العالم 2030. أولاً يمكن أن أؤكد أن أولاً المغرب خاض منافسة شرسة التزم فيها بالقواعد الأخلاقية وقدم ملفا تمكن من تجاوز عدد من الشروط التي كان البعض لا يتوقع أن بلدنا قادرة على الوفاء بها، وهذا شيء ينبغي أن نقف عنده وأن نسجله. ثانيا أن هنالك الآن تعليمات ملكية سامية من أجل الاستعداد لتقديم ترشيح كأس العالم لسنة 2030، ولهذا المجهود الذي بذل على مستوى إعداد هذا الملف، وكما جاء في البلاغ الذي صدر مباشرة بعد صدور نتائج ترشيح كأس العالم 2026، فالمغرب مصمم وسيعمل على إنجاز المشاريع التي أعلن عنها في ملف الترشيح. في قضية ثالثة جوهرية، أعلننا عن عدد من المشاريع إن شاء الله نحن مصممون وعازمون على إنجازها وتنفيذها.